الأمير خالد بن سلطان قال إن إقامة أثيوبيا سد الألفية ما هو إلا كيد سياسي أكثر من كونه كسب اقتصادي، وأن تعرض هذا السد للانهيار سيغرق الخرطوم بالكامل وسيمتد أثره إلى السد العالي. إقامة السد على بعد حوالي 12 كيلو متر من الحدود السودانية يعد كيدا سياسيا أكثر منه كسبا اقتصاديا ومهددا حقيقيا للأمن الوطني والمائي السوداني، لأن السد سينشئ على ارتفاع أكثر من 700 متر بطاقة تخزينية 70 مليار متر مكعب تقريبا، وإذا تعرض للانهيار فإن مصير الخرطوم الغرق تماما، بل سيمتد الأثر حتى السد العالي.